هشام عبد الرسول ويلعبها هشام لمشاي ومشاي ماشي ماشي وده ويكسر الحمامسي ضرب الجزاء لمنتخب مصر. المشاي من اللعيبة اللي داخل منطقة الجزاء بيجيب المراوغة والتمويه وبيحاول او بيجيد ايضا انه يجيب ضربات جزاء وجاب كتير ضربات جزاء لنادي المحله هذا الموسم وبتبقى صح. هو خطف الكوره وانطلق بيها وعنده انطلاقه كويسه ودخل بيها منطقه الجزاء ونجح في انه يجيب ضربه جزاء. وفي المحله كان صابر عيد هو اللي بيلعبها وبرده صابر عيد هو اللي هيلعبها. صابر عيد وضربه جزاء لمصر. صفر الحمامسي وصابر عيد جامده وحلوه